السلام عليكم. اسمي أنس دريس عثمان عبود، عمري 30 سنة. صار معي حادث سير بتاريخ 18/8/2012، تعددت لعدة كسور، 12 كسر مضاعف، تفتت في العظم. صار عندي كسر في صابونة، كسر في الركبة، كسر في عظمة الساق غير ملتئم، وصار عندي التهابات شديدة، وقعدت بحدود سنة ونص على الويتشير، على كرسي متحرك، وقمت بسلسلة عمليات بحدود 36 عملية. وبعديها جيت تعرفت على الدكتور أسعد أحمد عن طريق صديق إلي، أخذ لي عنده موعد، تعرفت على الدكتور أسعد أحمد ووضعنا خطة علاجية بلشنا فيها بتاريخ بشهر 4، وكعلاج فعلي بلشنا بتاريخ 28/8/2014. والحمد لله رب العالمين، يعني وعدني قبل نهاية السنة 2014 أكون ماشي عجري، والحمد لله رب العالمين قام لي بعملية تقويم لإجر اليمين للركبة اليمين، وعملية تطويل أوتار لإجر الشمال واليمين، وتحرير مفصل اللي هي للركبة الشمال، يعني كان المفصل فيه تيبس، حرر لي إياه. إجري كانت ثابتة لا تقدر على الثني، ما كنت أقدر أثنيها، الحمد لله هسه صرت أثنيها بفضل رب العالمين، بفضل الدكتور أسعد. والحمد لله رب العالمين كمان يعني قام معي بأربع خمس عمليات أو سلسلة عمليات معينة وتحسنت، وبعديها صرت أمشي على ووكر، ووفى بوعده معي، وقدرت إني أمشي وأقف على جري مرة أخرى، رغم إني كنت فاقد الأمل في المشي مرة ثانية، لأني يعني كنت يعني سنة ونص أو سنتين على كرسي متحرك وبقدرش أقوم ولا أقعد وكذا. كانوا قايلين لي الجري بتر ما إلها علاج، والحمد لله رب العالمين يعني فضل رب العالمين، فضل الدكتور أسعد، وقفت على جري. وبتاريخ 28/8/2015 بلشت أمشي على عكازة واحدة، والحمد لله رب العالمين تكللت في النجاح عملياتي كلها، ووضعي ممتاز ومستقر، وخلصنا من الالتهابات، وصرت أمشي وأقف على جري، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يعني وضعي ممتاز جدا جدا، فضل رب العالمين والدكتور أسعد، الله يجزيك الخير.